المجموعات على الفيسبوك. اليوم سوف نتعرف على طريقة أو كيفية مغادرة المجموعات على الفيسبوك لكي لا تنتمي مرة أخرى إلى تلك المجموعة. سوف نضغط على هنا كما ترون، نضغط عليه وبعدها ننتظر أن يأخذنا إلى القائمة. هنا نأتي إلى المجموعات، هنا كما ترون المجموعات، نضغط عليها، نضغط على المجموعات وبعدها سوف نأتي إلى هنا الإعدادات أو السيتين باللغة الإنجليزية، نضغط عليها، نضغط عليها وانتظر أن يأخذنا إلى الإعدادات، حيث نعم الآن ننتظر كي، وهنا نأتي إلى هنا العضوية كما ترون، نضغط على العضوية، نضغط عليها وبعدها سوف تظهر لنا المجموعات أو مجموعة من المجموعات التي ننتمي إليها، وبعدها سوف نضغط هنا على مغادرة وسوف تتم مغادرتنا من المجموعة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.